السلام عليكم، صباح الخير عليكم. اليوم شكون الجهة اللي خلتني باش ندير هذا الفيديو، اللي خرجت الجردة ديالي باش ندير واحد الفيديو؟ لان لقيت في القنوات التواصل في اليوتيوب بزاف ديال الناس اللي كيهضروا. اليوم درت تجا الفيديوهات اللي كيهضروا على نبا وسي مظاهر ونبيل. كان سمع مول الكلب واحد كيقول هكذا، سبان دارني فعرني شفرني ما دارني ما دارني ما دارني ما دارني ما دارني, ما دارني. لان السي مظاهر في الاول ما بغاش يكشفنا على الحقيقه، في التالي حتى دابا بزاف بقى كيقول 3 مليون 2 مليون مليون فرانك مليون. نيبا قال لك الا كشفت على الحقيقه نمشي للحبس الامريكان. دابا حنايا ما عرفناش شكون اللي عنده الحقيقه ولا ما عندوش، واخا سيدي امي واخا ما قاريش، علاش هاد الجوج ولا هاد الثلاثه ما يجلسوش فوق الطابله ويديروا واحد الندوه بحال ندوه صحفيه يحضروا معاهم الناس ويهضروا؟ دابا سي مظاهر كيقول لك عندي الاوراق نتاع السياج يجيبهم. فوقاش سيدي بدينا نخدمنا حنايا؟ بدينا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يحسبوا، هنا مليون هنا جوج هنا ثلاثة يديروا الحساب، تما غادي يخرجوا للرأي العام يفضحوا راسهم يقولوا هام شحال قلنا كنربح في الأول. ما بغاوش يصارحونا بالأرباح نتاع اليوتيوب. دابا شفت واحد المرأة دارت عندها واحد القناة الله يجزاها بخير، خرجات الإعلام خرجت دارت واحد الفيديو اللي كشفتنا على الحقيقة. قالت مليون مشاهد كيوصل 7000 درهم 8000 درهم، قال لك هما عام شحال كيوصلوا؟ قال لك كيوصلوا حتى 10 مليون 12 مليون 8 مليون للشهر. دابا انتوما لا سي مظاهر لا نيبا، الا دابا قلتوا الحقيقة واش هاد الناس يحيدوكم شي حاجة؟ وإلا ما قلتوش الحقيقة واش هاد الناس غادي يضربوكم؟ بغينا نعرفوا حنايا علاش؟ علاش هاد الفيديو واحد كيسب واحد، هذا دارني هذا شفرني هذا دارني هذا دارني؟ حنايا كمغاربة كنعرفوا راسنا بالتسامح، كنعرفوا راسنا بالخير وبالإكرام، علاش حنايا ما نجلسوش فوق الطابلة؟ لأن بنادم يفكر في الطعام اللي يشرك بنادم، علاش غادي نبقاو واحد يفتح واحد؟ لا، نمشي عنده ندق عليه الباب، ندي معايا واحد قاري، انا ما قاريش، انا ندي معايا واحد قاري نجلسو فوق الطابله. شوف اخويا سيمو، هذا الشيء اللي قسم الله تعالى، لان كنا مجموعين، دابا الله تعالى هذا الشيء اللي قسم بارك علينا، بغيت تصفيني ونصفي راسي ونتسامحوا قدام الجماهير. يمشي عنده للدار، يمشي معاه شي واحد ويصفيو الامور فوق الطابله، ماشي يبقى دارني شفرني هذا يبقى يدير الفيديو من هي بنته، هذا يبقى يدير فيديو منها، نيبا يبقى يدير فيديو منا. لا، حنايا عارفين بالله المغاربه ديالنا الحمد لله معروفين بالتسامح، معروفين بالتسامح، خص يكون التسامح، لان حنايا رانا مغاربه مسلمين، خص واحد يسمح لواحد، هو بام كيغلط، كل ابن ادم مخطئ بعد الخطائين التوابين. دابا خمين غادي تخطا غادي تتوب، دابا نقولوا خطا، نقولوا قبحوا الله الفقر، نقولوا الفلوس كيعميو البصر، نقولوا بنادم الفلوس كيعميو البصر، نقولوا دابا سو مظاهر قال هو في عقله الى 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 نيبا وريت له الارباح بزاف غادي يسمح فيا غادي يدير فيا كذا كذا كذا، فهمتي؟ لان كاين بزاف ديال ما عرفناش الافكار تاع بنادم. دابا حنايا كنقولوا من هذا المنبر من هذه القناه كنقولوا بالنسبه لا سي مظاهر لا نيبا لا سي نبيل من فرنسا، يتجمعوا يهضروا يفديوا المساله ديالهم نيشان، يفديوا المساله ديالهم. دابا راه تجا شفرني دارني شفرني طنجي، والله الا حشومه كاع، والله الا حشومه، عار عار باش يوقع هذا الشيء. لاننا من المتبعين تاع ظاهير ونبيل ونيبا، كيعجبني اليوتيوب بزاف، كنتبع بزاف ديال القناه. شكون هذا الشيء اللي خلاني باش ندير القناه ديالي؟ هو ملي كنت كنتبعهم باش ندير لايك ولا باش نصيفطهم شي رساله ولا هكذا، ما كيقبلنيش اليوتيوب، خص يكون عندي لابد الايميل يكون عندي. هذاك الشيء علاش درت القناه، بقيت كنلوح فيها الفيديوهات ديالي. انا قديم في الفيديوهات، كنت كندير كنستعمل الفيسبوك، و
وفتحت القناة ديالي في شهر جوج. هادشي اللي خلاني باش ندير القناة. دابا انا بقيت كنتفرج كل يوم كيطلعني الفيديو، هذا نبا، هذا سيمو ظاهر، هذا نبيل، هذا سيمو ظاهر، هذا 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 هذا، لان الهضره كتكرر، الهضره غا على سيمو ظاهر، غا على نبا، غا على هكذا، على هذا. نبا حقا كيدير فيديوهات باش يربح الفلوس، نخنق عاود كيعاونهم، ايوا كتعبر اللي حسن عاون، كل واحد فين الله تعالى كيترزق الخبز ديالو. لان كاين بزاف ديال الناس اللي دايرين القناه كيسترزقوا فيها الله حسن عاون، كاين العيالات، كاين اللي كيعاونوا راجلهم، كاين هكذا كاين هكذا. حنا كل واحد اللي يجيب له اتصال، كل واحد اللي يسهل عليه الامور. حنا بغينا اللي نعرفوا الا كاين واحد الجوج متشاركين في شي حاجه، النهار اللي غادي يتقسموا يفضيو بيناتهم باش هاد الناس يصفيو بيناتهم، باش يكملوا المسيره ديالهم، كل واحد يكمل المسيره ديالو، كل واحد يكمل الجهه ديالو، كل واحد اللي يسهل عليه الامور. لان الامور هكذا دايره، الدنيا هكذا دايره، اليوم كنتجمعوا غدا كنتفارقوا، بحال الحياه الدنيا، بنادم اليوم راه حي غدا غادي يموت. حنايا اللي ما عجبنيش انا جوج صحاب يكونوا مصاحبين ومشاركين الطعام، وفي التالي واحد كيسب واحد، واحد كيفتح واحد الاسرار نتاعهم، نتاع اللي الاسرار نتاع الداخل القلب دارهم، يبقاو يخرجوها للناس والله الا حشومه. انا ما انا بصفتي كفاعل جمعوي، بصفتي كعقابي، بصفتي كمراسل صحفي، ما عجبنيش الحال نسمع هاد الكلمه على خوتي المغاربه، لان حنايا مغاربه خوت من القويره للطنجة. حنايا كنتحبوا بيناتنا، وطننا واحد، ملكنا واحد، لان ما خصناش حنايا نتسبوا هكذا. يخرج بنادم يدير القناه ويبقى يتسب فيه صاحبه، ولا درتيني فعلتيني كريتيني هادي درتيني، لا 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 ماشي هكذا. اليوم هو كلشي تفضح، شتي دابا الناس خليتيهم الطريق فين يبقاو يهضروا الناس، لان كاين المتبعين ديالكم اللي كان كيتبعوكم. دابا بحال حشومه، بحال واحد الحاجه اللي ماشي مزيانه. اليوم كنت كنتفرج شي 4 5 الفيديوهات اللي كل واحد وحده، كل واحد شنو كيقول، واحد كيضرب في ظاهر، شي وحدين كيضربوا في نيبا. لا دابا حنايا انا بصفتي فاعل جمعوي كنقول للسيمو ظاهر ولا النيبا الا كيتفرج فيا، انا بغيت تجلسوا فوق الطابله، والله العايم انا نجي عندكم نخلص العشاء نجلس معاكم، تجلسوا فوق الطابله تهدروا 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 بحال الرجال. اجي خويا هادشي اللي كتب الله، لان هادشي اللي كتب الله كنا مجموعين. دابا تقسمنا، كل واحد اللي يجيب له اتصال، كل واحد اللي يسهل عليه الامور، صافي هو هذا، كل واحد يمشي بحاله، ما يبقاش كل واحد بنادم يبقى يسب هذا درتيني فعلتيني فعلتيني، يا فهمتي. يجلسوا فوق الطابله، اللي كيسالو يعطيه، اذا ما يسالوش اللي يسهل عليه. هادشي اللي كنعرف انا، هو باش بنادم كل يوم بنادم يبقاو يتسبوا، والله لا ما نبغيش بام يكسل الدار، ها بنت ها بنتو هذا هذا. لا دابا الاسرار، وباش واحد يسبك بنتك قدام با حشومه، واخا بصح، واخا هذاك حفصه، واخا بصح نقولوا دارت هذاك الشيء، ومش بنادم حشومه يسبها، راه ولية، راه امراه، راه تعقدوها في الحياه ديالها، والله الا حشومه. راه الله تعالى سبحان الله العظيم، الحديث النبوي الشريف كيقول لك تسمى اختك المسلم، خصك شفتي شي حاجه ماشي تفضحها كاع هكذا، هي تجلس معها تقول لها هذا الشيء اللي كديري ماشي مزيان، ماشي تفضحها للمجتمع وتفضحها شنو كدير شنو كدير شنو كدير. وبالحق كنقولها للسي نبيل اللي كنقولها، راك خويا واخا ما كنعرفكش، كنت كنتبع القناه ديالك، ما بغيتش هذه الهضره باش تقولها في العيالات، لان احنا حتى حنايا عندنا امهاتنا وعندنا اخواتنا، واش نبغيو شي واحد، تبغي شي واحد يهضر في اختك السي نبيل؟ واش تبغي شي واحد يهضر في امك؟ واش نبغي شي واحد انا يهضر في امي، ولا يهضر في اختي، ولا يهضر هكذا؟ لا ما نبغيش. وكيف نبغي لخوتي، وما نبغيش حتى لبنات الناس، لان بنت نيبا وليه، واخا كتخدم في البار، ولا واخا كتخدم هكذا، ولا كتخدم هكذا، هذاك الشيء شغلها، كل واحد كيتعلق براسه، كل واحد غادي يدفن وحده. انا اللي بغيت نقول السي نبيل، بغيت نوصل لك كاخ،
كأخ من الإسلام كأخ من هذا الوطن الحبيب كنقول لك زعما ما تكررش الله يرحم الوالدين، ما تكررش في هذه الفيديوهات باش تبقى تفضح فيه البنت صاحبك اللي شركته الطعام في دارو في قلب دارو. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يتبارطاجي باش يوصل لا النبيل لا السي مظاهر لا النيبه باش ما يكرروش هذه الفيديوهات. واحد يبقى يتفتح واحد هذا دارني فعلني فعلني، اللي بغى يدير فيديو اللي بغى يدير فيديو وحده اللي يسهل عليه الامور، اللي بغى يطلع لاشين ديالو اللي يسهل عليه الامور، اللي بغى يخدم يخدم، اللي بغى يبيع الشراب يبيع، اللي بغى يدير هذا ماشي. حنايا نبقاو اليوم كنا مجموعين وغدا نبقاو نتسبوا واحد يفتح واحد لا ماشي مزيان والله لا عار والله لا حشومه والله لا عار، لان حنايا معروفين بالتسامح، حنايا معروفين بالتسامح والتعاطف من الكرام تاع بنادم. كي تمشي عنده للدار كيكرمك، ماشي بنادم باش دير مع بنادم كل مره بنادم فضح، كل مره درتك بنتك خدمت في البار خدمت هذه خدمت هذه، وبنادم لا اله الا الله محمد رسول الله. حتى الله تعالى ما كيبغيش هذا الشيء، باش كيبغيش بنادم يفضح بنادم يفتح بنادم. الا بغيت تنهي بنادم على المنكر انهيه وحده، شدو قول له هذا الشيء اللي كديره ماشي مزيان، قول له هذا الشيء راه حرام، شدو وحده وقولها له هذه الهضره باش المعنى تقولها له تخرج للقنوات وتقولها له وتفضحها. لا راه ربي ما يبغيش العبد ما يبغيش، راه هو نبى راه بنته اللي حسن عاون حتى هو، راه فهمتي عنده الفلوس ولا ما عندوش هذاك الشيء شغله، هذاك الشيء حنايا ماشي شغلنا حنايا. كل واحد غادي يتعلق برجله، لان حنايا كل واحد اللي سهل عليه الله تعالى الارزاق مقسومه، كل واحد كيفاش كتجيله الارزاق، حد كتجيله بزاف حد كتجيله قليل حد كيفاش كتجيله. دابا حنايا اللي بغينا نوضحوا للراي العام، اللي بغينا نوضحوا للمتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، للاخوان ديالنا الاخوان ديالنا اللي في المهجر والاخوان ديالنا اللي في المغرب، جميع الاخوان ديالنا اللي بغيت نوضحوهم، لان نيبا وسي مظاهر كانوا اصدقاء. دار الله تعالى السبب نتاع سي مظاهر اللي تلاقى مع نيبا اللي دار له عده فيديوهات، ومن بعد طلعت لاشي ديالهم، ومن بعد الله تعالى سهل عليهم الامور، وفي التالي وقعوا مشاكل بيناتهم ودابزوا وكل واحد شاد الطريق ديالو. دابا كل واحد كيدير فيديو، كل واحد كيرد على واحد. انا كنقول لكم هذا المنبر بصفه الاخ ديالكم، ماشي كنسبكم ولا كنقول لكم شي حاجه ماشي مزيانه، كنقول لكم الرجوع لله، ثقوا في الله تعالى، وما تبقاوش كل مره واحد يدير الفيديو وبقى يسب صاحبه، لان السبال ماشي مزيان، وباش تفضح الاخ المسلم ديالك ماشي مزيان، ما يعجبش الحال. وكنشكر جميع المتبعين ديالنا، وشكرا تحياتي للمتبعين ديالي اللي كيتبعونا، يديروا اللايك، واللي ما ماشي في القناه ديالنا اي ابوني باش القناه ديالنا تطلع ان شاء الله ودائما في الجديد، وشكرا للجميع.